يحول الى ضربه ركنيه. ايمانويل بادو هو من يتولى التنفيذ. الهدف الاول، الهدف الاول لمنتخب البلاك ستارز عن طريق قلب الدفاع والقائد تشوم مينسا من كرة ثابتة. منتخب غانا يفتتح التسجيل في هذه المباراة في توقيت 25 دقيقة. افتتح تشوم مينسا الهدف الأول وهدف الأسبقية لمنتخب غانا. وهذا المدرب ستانلي تشوساني أكيد يدرك جيدا قيمة وقوة المنتخب الغاني. أعجز في 25 دقيقة على اختراق دفاع بوتسوانا، لكن من كرة ثابتة وركنية نفذها إيمانويل بادو وراسية من تشوم مينسا كان دون رقابة بالرأس يغلط الحارس مدير مارومو ويعطي الأسبقية لمنتخب البلاك ستارز 1-0 بعد مرور 25 دقيقة لعب في الشوط.